طيب ابتدي مع حضرتك يا استاذ عبد الفتاح. مهما نحاول احنا كاعلام نوضح الصوره مش هيبقى زي اهل الصنعه واللي ايديهم في المشكله للونهار، لكن احنا بنحاول وعرفنا ان في تطورات حصلت. ولما كنت بكلم مع رئيس الغرفه الاستاذ مرشدي قال لي احنا متفائلين وان شاء الله خير، ورئيس الوزراء وعدنا بالحل وان المشكله دي هتكون على قائمه اولويات الحكومه. ممكن تقول لي يعني ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي توعدتوا بيه وايه اللي ممكن يحل المشكله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شاكر لدعوتي لهذا البرنامج المحترم. الله يخليك. بالفعل احنا التقينا معالي رئيس الوزراء بعد المؤتمر اللي عقدناه، والمؤتمر الحقيقه جت فكرته النقابه معنيه بالدفاع عن مصالح وحقوق العمال بالدرجه الاولى، لكن لما نلاقي الحيطان بتاعتنا بقت في خطر فالعمال اتحدت مع الصناع. والمشكله ليست في القطاع العام فقط، وانما المشكله امتدت الى القطاع الخاص، وبالتالي احنا اجتمعنا ثلاث اطراف، عمال صناع وصناع ممثلين في القطاع العام ممثله في الشركه الابضة للقطن والغزل والنسيج، وغرفه الصناعات النسجيه بممثله في القطاع الخاص. والحقيقه عقدنا مؤتمر تحت عنوان خارطه الطريق، ورئيس الوزراء لما بعتنا له خطاب ان المؤتمر يبقى تحت رعايته وافق مشكورا انه المؤتمر يبقى تحت رعايته، وحضرت المؤتمر بالنيابه عنه وزيره القوى العامه. والحقيقه احنا حرصنا في هذا المؤتمر ان احنا ندعو كل الخبراء وكل المهتمين بالشأن صناعة الغزل والنسيج، الصناعة اللي كانت في يوم من الأيام رائدة وانهارت للأسف الشديد مع بداية التسعينات وحتى الآن. وضعنا خارطة الطريق وضعها الخبراء بداية من القطن. إذا كنا عايزين نتحدث عن صناعة زي صناعة الغزل والنسيج لن نتحدث عنها بمعزل عن المادة الخام. لا يمكن إطلاقا حد بقوم صناعة عنده إلا بقومها على المادة الخام بتاعتها، والمادة الخام بتاعتنا هي القطن المصري، القطن المصري اللي كانت له الرياده، القطن المصري اللي كان مسار حديث العالم كله وكان بيغزو العالم كله. وللاسف الشديد اهمل القطن المصري واهمل الفلاح، وصدر قانون سنه 94 بدايه الكارثه على القطن المصري، وهو قانون تحرير تجاره القطن، وخلط الحابل بالنابل وبدات الكارثه من عندما عزف الفلاح عن عدم زراعه القطن بسبب عدم اهتمام الدولة به، سواء من ناحية توفير الميكنة الزراعية له للجاني، أو من ناحية تفعيل صندوق دعم الأقطان ووضع سياسة ثابتة لأسعار القطن سنويا، لأن أي بضاعة ممكن تبيعيها إلا القطن المصري. كان الأول يعني الفلاح يزرع القطن، الحكومة تاخد القطن تديه للمصانع، دلوقتي أنتم مش عندكم نسيج أو بتضطروا للاستيراد؟ لا، القطن الوقت خلاص انتهت مسألة الدورة الزراعية، وبقى الفلاح حر يزرع أو ما يزرعش، وبالتالي الفلاح لما لقى الدولة مدور الدولة وهو بيبقى عبء عليه الزراعة يعني في مكسب، إما دور الدولة غاب عنه فهو لقى نفسه هو عايز يزرع محصول يحقق عائد ليه، فالمحصول بتاعه ما بيكفيش ما بيجيبش همه، فبدأ يعزف عن زراعة القطن ويرجع ويطلع لمحاصيل أخرى زي الكنتالوب وما شابه ذلك. واعتمدنا في هذه الصناعة على 70% أو 80% من المادة الخام للأسف الشديد من الاستيراد من الخارج، والاستيراد بقى سواء غزول أو أقمشة، وبدأ السوق المصري سداح مداح، وتدهورت الصناعة يوم بعد يوم إلى أن وصلنا الآن إن إحنا صرخنا وقلنا العمال وأصحاب الأعمال إحنا خلاص تقريبا بنطلع في الروح، عايزين الدولة تنقذنا، إحنا في مصر الحديثة الآن محتاجين الحكومة تقف معانا، لأن الخطر ما بقاش على حوافزنا وإنما بقى على مرتبنا. معلش أنا باخد كده يعني